السلام عليكم. بعض الاصدقاء كتبوا لي في التعاليق حاول تحط لينا المنطقه اللي كاين انت فيها زعما. ودابا في هذا الفيديو غادي نوريكم البلاصه فين كاين انا بالضبط. انا حاليا كاين في هذه المدينه هذه سميتها كهاما، والمدينه اللي كنت جالس فيها قبل هي نياكانازي، هي هذه كما كتشوفوا. ورواندا هي هذه، كانت تبعد بمئة كيلومتر على المدينة هذه. وأنا حاليا خليتها، عطيت رواندا بالدار وكملت على الطريق هذيك. هيا هاد الفيديو اللي غتشوفو في هاد الفيديو اللي تشوفو دابا، صورته في هاد المنطقة هذه ما بين هاد ثلاثة النقاط الحمرين، والطريق اللي غادي نمشي ليها كما كتشوفو هاد النقاط هادو، هاد الجهة هادي، هاد البلايص هادو فايت دزت منهم شحال هادي، كتر من ثلاثة شهور هادي. يعني انا دابا طالع حاليا، طالع من هنا من كهاما، غادي نطلع على الطريق هادي، غادي نجي لهاد المدينة شينيانغا، ومن بعد غندخل على الطريق هادي لانني ما غاديش ندوز على الطريق فايت دزت معاها. وغادي نطلع ان شاء الله لاروشا، هي هادي كما كتشوفو اروشا، وغادي نمشي لتانغا. تانغا هنايا هي هذه قريبة لدار السلام، دار السلام تاعي كنت فيها. وهنا غادي ندخل ان شاء الله من هاد الطانقة، غادي ندخل ان شاء الله من يفتح الحدود غادي ندخل لكينيا، ندخل على مومباسا، ومن بعد غادي ان شاء الله غادي نرجع لرواندا. غادي نحاول نمشي نيروبي كامبالا ورواندا اوغندا، غادي ندخل رواندا. وهذا هو التراجي اللي درت هنايا في تنزانيا، وكتشوفوا دخلت من مالاوي هنايا، هذه هي الحدود، هي هذه دخلت وطلعت من هنا، مشيت لدار السلام، ومن بعد طلعت من هنايا ومشيت هنايا من هنا، ونزلت عاوتاني طابورة، وهنا جيت كيغوما. هذه هي المدينة اللي دوزت فيها، رمضان وداكشي، دوزت فيها تقريبا شي شهرين ونص ولا ثلاثة صافي. وهذا هو التراجي ديالي كامل ملي بديت من المغرب، وهذا بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش تشارجي التليفون ديالك وداكشي، كيفاش تنشارجيهم. فكاين عندي هاد البانو سولير كما كتشوفوا، وهذا كان لصقو اللور، وفيه هاد لي بور هادو، في جوج ديال لي بور شتوهم، ها واحد مبرونشي فيه جاي من هنا وغادي لهنا، وجاي الباور بانك هنايا كما كتشوفوا. دابا راه ثلاثة الشرطات اللي مازال وحدة وغيتشارجا كامل، درتو مع الصباح. دابا الساعة تقريبا ثلاثة، يعني قريب واحد الساعة ونص وتشارجا كامل، ولكن خاصة تكون الشمس بحال هكا، تكون الشمس يعني باينة مزيان باش يشارجي ليك مزيان. إلا ما كانت الشمس ما غاديش يشارجي ليك، مثلا ما كانت السحاب بزاف وما كاين الشمس ما غيشارجي ليك والو، خاص ضروري تكون الشمس، ولكن في غالب اوقات تكون الشمس. يعني هو هذا عندي الضو هنايا، ندخل الضو، خاصني غير الماء، الماء غنشوفو كيفاش نديرو تا هو ندخلو. وصلت دابا لواحد الفيلاج صغير جدا هنا، هو هذا غادي نتغدى فيه جامبو طانو. هوبلا شوف اشنو ناكلو، غنضرب اوكالي اليوم. اوكالي اوكالي ده مايندا مايندي لا تدقى دقى زيكو ها همنا نياما اوكي ما عندناش داكا، داكا هو داك الحوت الصغير هو اللي كاين مع الكوريت ومع الباري، عندها اللوبيا هاي كتقعد فيه مازال كطيب فيه دابا، هادي هي البشنة. سالمية 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 هانج هانج سالمية شوف هابلا
سالمي سالمي اوكي انا كل ما اوغالي نما هلاك اوكي سانتي سانا هذه ناخذ اوغالي ومهرجان يلو بيع هذه تعلموا معي السواحلي سانتي سانا هذيك السيده الاولى ما هذاك الشيء اللي كانت طيب كان داير شي واحد ما انا ما بقاش عندها وجيت عند هذه السيده راه انا وقالي لوبيا ما راهي والحليب ايوا شنو هذا اللون اللبن شو الزبده انا هادشي ناجي طبيعي عندك اكلات اللي معروفين في طنجة هي كاين اوغالي وهذا واللوبيا ولا والي ومارق كذا ولا الروز واللوبيا هاد جوج اكلات معروفين في طنجة يعني اكلات شعبية كاين اكلات اخرين ولكن هادو مش شعبيين يعني كياكلهم كلشي يعني تقدر تلقى كياكلوا الناس اللي لابس عليها والناس اللي ما عندهمش كلشي كياكلوا ضروري واخا دابا هنا يعني في افريقيا الناس تلقى لاباس عليه وكياكل هادشي يعني يعني الاكل المحلي اللي عندهم هنايا يعني واخا يكون لاباس عليه كون تلقاه كيريح شي مثلا في المدن الكبار تلقاه كيريح في شي ريسطو شعبيه وياكل عليه هو راه عنده شي حديده دايره شي 40 مليون عادي التواضع متواضع كدير لها واو 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 شي تخور كتقول لها بحالك اي كتقول لها بحالك بحالك كسكسو كتقول لها كتخشي انا كتعبسها ايوا باش تكونوا فاهمين كنا ما داخل والو يعني كنت تاكل باش تعمر كرشو ما بعد جدال وانا اللي كنت كنا البن هذا هو كامل زبدة كامل كتاكل كتشرب الزبدة واعي يا 8 دراهم 8 دراهم كل شيء شرب جوج كيسان ديال داك اللبن وهذاك الاخر الصراحه والله الا بقيت نضرب في هذاك اوغاري واللوبيا نضرب عرفتي نفخش صافي تبلوكيت القاس عندك وشاط الخير والله الا شاط شاط عقالي دابا غادي نتحرك ان شاء الله سانتي سانا هذه 3000 عطيتها 5000 هادو معالق معالق تيديرهم بعد ما كيغسلوهم كيديرهم في الماء سخون باش كي باش كي اذا كانت فيهم شي حاجه كتموت دابا غادي في الطريق تلاقيت هاد السيد هذا خدام كيصايب في الكياس انت this one
This? 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 Vizuri. Ponda haya na ponda. Na ponda? Kwa hivi. سي دغ تام كيصايب الكياس يعني كيجيب حجر بحال هكا اوكي كيضربوا بهاد المسيطه تيبقى عليه بالمسيطه حتى كيولي بحال هكا صغير اسانتي سانا سانتي خدمه فيها تماره ولا توا بيتشا يا انا تاعي ريكوردي ما انا ريكوردي يا هو انا ريكوردي صافي كبيش اسد كوالي زانت صافي كبيش كلاك تقريبا اليوم راه خد بزاف جامبو سانتي خدمه صعيبه هذه خاص راجل كبير في العمر مازال تبارك الله كيخدم عنده الصحه ما شاء الله الله يسهل لي الامور سانتي سانا أسانتي نسافاري أنا سافاري أسانتي إيه أسانتي سانا هو هنو ودري يفلي مرة دار السيد السيد سبحان الله العظيم هذا اللي صورته دابا شحال طيب والله العظيم ماشي راجل طيب بزاف المرة الأولى سولته واش تهاني نصورك قال لي ماشي مشكل كاريبو تا بغيت نمشي هو يقول لي خذ لي التصويره قلت لي في الاول قلت لي في الاول راه فيديو في الاخر هو يقول لي خذ لي التصويره قال لي خرجها لي ولا شي حاجه اجي راه بعيد قلت لي فين نخرجها لك خاصني تمشي حتى الكاما يعني حتى المدينه وترجع بقى فيه مسكين والله الا بينا نخرجوه لي ونعطوه لي ولكن سبحان الله العظيم You? Now you are welcome to France. So this is? Yeah. Okay, after that. Yeah. Studio. Yeah. There is our minister here. I think he can say something to us. But ndugu wakati wa tumaini sasa
ni wakati mwafaka na kutangazia kwamba masuala ya kushuti video yangu imekamilika. Naomba sasa kilicho baki ni pe Ulaya. Wale doti kabisa, hakuna shida. Tunakuta kifafari njema. Let's go, master. Let's go, master. Let's go, master. Puyo, pwede kazi. Kwenye kala siwangenda. Nani si? Nani si? Kama? Okay, samani. Samani. أضرب عليه قال لي قال لنا شطحة نشوفو كيفاش فاهمين والو كي تحكم كيف ما شفتو هاد الناس اللي تلاقيت دابا ناس طايين مع راسهم هادوك كيديرو تيكون عندهم شي هوندا ولا تريبورتر و تيديرو المسرح ولا شي حاجة كيمشيو للفيلاجات كيديرو المسرح كيما شتو داك الساعه بغينو جاهم كيديرو المسرح والموسيقى مخلطينها و كينشطو و كيشطحو انا زربو عليا صدموني انا يلا وقفت بديت نتفرج و يتسمعو عليا قال لك دخل اشطح لينا نوصل دابا لواحد ستاسيون هي هادي سولتهم واش ممكن ندير الخيمه هنايا قالوا لي واخا غادي ندير الخيمه هنايا حتى الصباح وغادي ندخل لواحد المدينه ما بعيداش بزاف شي 9 كيلومتر سميتها كهاما مدينه على حساب تهدرت مع واحد المصريين كنت جالس معاهم في هذيك المدينه كيغوما الاولى في ندوز مع رمضان ملي هدرت معاهم عطاوني واحد النمره ديال صاحبهم قال لي عيط لهاد الدري راه صاحبنا راه ساكن في كهاما وغادا نعيط ليه ونشوف واش ممكن نجلس معاه كنضرب دابا في واحد الطرف ديال الدلاع هادشي حلو سكر والله العظيم جا وقت الدوش دابا كاين عندهم الدوش هنايا دابا واحد الدوش عالمي اليوم دابا جماعة صباح الخير دابا جماعة الخيمة وداكشي صديقي غادي نبات في كهامة اليوم ان شاء الله من بعد غادي نكمل هاد جماعة الخيمة دابا ولكن الريح ماشي مع الصباح كيبدا كتحس بلاطون تبغى طير